أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عدناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم الكابتن محمد عادل، صاحب فولكينو بي تي كلوب. أولا وبالبداية بدنا إياك تشرح لنا شو هو فولكينو بي تي كلوب، شو سبب التسمية، لأنه بصراحة مسمى نوعا ما جديد علينا. جت الفكرة منين؟ طبعا الأول تشرفت بيكم، أهلا وسهلا فيك ونورتونا. و عايز اقول بس في الاول بي تي كلوب يعني من خبرتي في الشغل، وطبعا انا مدرب بقالي 17 سنه ما شاء الله، واقفين بنشتغل من جيم لجيم. فطبعا كنا احنا في وسط الناس وبندرس مشاكلهم، والمشاكل الناس عموما او لما دخلت في اداريات لقيت في مشكله كبيره جدا. معظم الناس بتدخل تدفع ممبرشيب او بتعمل اشتراك في جيم سنوي وما بتروحش اكتر مثلا مره او مرتين. دول مش نسبة قليلة يا جماعة، دول نسبة أكتر من 60%، يعني هي تقريبا هي اللي بتبقى أساس دخل الجيم السنوي. وكمان لما الممبرشيب بتاعتهم بتخلص بيفرحوا مثلا إن أي حد بيكلمهم ويقول لهم طب تعالوا هنعمل لكم أوفر حلو أحسن تقدروا إنك تيجوا تتمرنوا تاني، فبقى عايز يعوض من داخله، عايز يعوض، عايز يتمرن. فلما جيت أدرس أو لما جيت أشوف ليه الناس دي ما بتجيش، الناس دي محتاجه ايه علشان تيجي، طبعا كلنا عايزين نتمرن اكيد، وخصوصا احنا معظم شغلنا دلوقتي بقى على المكاتب، ومعظم الناس دلوقتي ما بتتحركش كتير، ما فيش خروجات كتير، كلنا على طول من السياره للاليفيتور للاوفيس اللي هو قاعد المكتب. صحيح صحيح، بيتحرك كتير. فمعظم الناس علشان تتمرن تبقى محتاجه حد يساعده اكيد، فهم محتاجين بيرسونال ترينر. فدي بدايه الفكره بتاعتنا. طبعا البيرسونال ترينرز موجودين في كل مكان، موجودين في اي جيم وموجودين في كل حته، بس علشان تاخد بيرسونال ترينر النهارده بتتكلم في بادجت عالي، مش كل الناس تقدر تدفع. صحيح. طيب احنا عملنا كلوب او عملنا نادي ما بيقومش على البي تي، ما بيقومش على الممبرشيب، يعني مش لازم علشان تتمرن لازم تدفع ممبرشيب، وهوفر لك حاجات مش متوفرة في الترديشنال كلاب او النوادي العادية. طيب ايه اللي احنا مثلا نقدمه في البي تي مش موجود عند كل الناس؟ احنا طبعا بنعمل وان اون وان اللي هي شخص بيتمرن لوحده او الكابلز والبادي، وده المتعرف عليه من كل الناس. احنا كمان بنعمل حاجة لطيفة جدا تقريبا بتأكوال الممبرشيب العادية، يعني لو انت بتدفع مثلا اماونت معين لممبرشيب سنوي تقدر تدفعه عندنا لترينر. اوه هاي فكره جميله جدا بصراحه. اللي قصدي اقول لك عليه، انا اللي يخليني استفاد من حد ما بيجيش الجيم وبيدفع فلوس، طب ما انا استفاد وهو يجي ويجيب صحابه. صحيح. ويجيب الناس اللي معاه في الشغل، وتبقى قدر الاستفاده اعلى. اكيد. ومن أكيد. هنا عملنا فولكينو بيرسونال تريننج كلوب، اللي هو فولكينو لنادي للتدريب الشخصي. طيب كابتن محمد عادل، حابين نتعرف اكتر عن الخدمات اللي بيقدمها فولكينو. طيب احنا عندنا اختلاف في الخدمات اللي احنا بنقدمها. الخدمه واحده مع كل الناس، بس طريقه تاديه الخدمه. يعني مثلا علشان تتمرن كيك بوكسينج او اي نوع من المارشال ارتس، معظم المراكز ومعظم النوادي بتنزل سكادول بمواعيد ثابته. صحيح بالفعل، هذا كل الناس لازم تلتزم بالمواعيد دي او بتروح عليها كل سيشن. بالظبط. فاحنا بنعمل حاجه مختلفه، ان احنا مواعيدنا فليكسبل، يعني تقدر مثلا تحجز سيشن كيك بوكسنج الساعه 6 الصبح، من 6 الصبح ل 10 بالليل تقدر تحجز اي ميعاد ما بينهم وتقدر تتمرن في الوقت اللي انت محتاجه. دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه ان احنا بنعمل في جروبس صغيره، يعني في العادي لما تحب تتمرن كيك بوكسينج مثلا او تتمرن اي حاجه بتروح بتلاقي هو كلاسز، الكلاس ممكن مثلا يبقى اوفر 10 من الاشخاص. بالفعل وزحمه وما بتاخد راحتك، غير ان كمان زحمه انك بتروح على ناس بتتمرن قبل كده. طب انا لسه يا جماعه محتاج اتعلم البيزكس. صح. احنا بنقدر نكنترول الحته دي ان احنا عندنا جروب صغيره، يعني الجروبس عندنا بتبدا حوالي اراوند 3 بيرسونز اللي هو تقريبا 3 اشخاص، توصل لماكسيمم 5. فبنقدر ان احنا نحط البيجنرز مع بعض، نقدر نحط كمان الكيدز السيم ايج مع بعض، الناس الليفلات
طبعا الناس العالي كويسين بالظبط، حد بيتمرن بقاله سنتين او ثلاث سنين ما نقدرش نحطه مثلا مع جروب لسه بيجينرز او اكيد لسه طبعا عادي. فدي حاجه طبعا حلوه جدا. كمان الترينر بيديك اهتمام اكتر وبيكون عارفك وخلاص، خد عنك اكسبيرينس، عارف ايه المشاكل بتاعتك، عارف مثلا المرونه بتاعتك قد ايه، عارف انت الانديورنس عندك مثلا، كل ده امثله يعني. اللي قصدي اقول لك هتبقى مبسوط ان الفليكسبل تايمينج، وهتبقى مبسوط اكتر لما تحس ان في كونسيدر من الترينر معاك، هتحس انك انت يعني في مكان كمان سيبريت في برايفسي. كل الكلام ده مهم جدا انك انت تكمل، ده بيخلي انك تكمل في التمرين اكتر بكتير. حابين نعرف احنا حكينا احنا عن الخدمات اللي بتقدمها فولكانو، حابين نعرف احنا عن المنافسين اللي بالسوق عندهم شيء مميز اللي بيميزك عن باقي المنافسين عشان انت تضل تجيب كاستمرز ويضلوا عندك الكلاينتس بشكل دائم. طيب حلو السؤال ده. طيب مبدئيا الكاستمرز، مين الكاستمرز اللي محتاجين مدرب؟ الكاستمرز اللي ما بتمرنوش اكيد، اللي ما لهمش اي خلفيه رياضيه. تمام. طيب الكاستمرز دول محتاجين ايه؟ يعني نقدر نتخيل شكل الكاستمر ده، حد مثلا ممكن يبقى وزنه زياده شويه، حد حركته ليميتد، الفانكشن بتاعه مش كويس، نقدر نتخيل الشخص ده، او حد مثلا جسمه ضعيف جدا ومحتاج ان هو يزيد في الوزن شويه، ما عندوش اي خلفيه رياضيه. فمن هنا نقدر نعمل المكان بتاعنا متقسم حاجه بنسميها ستيشنز. كل ستيشن بيبقى فيها برايفسي، البرايفسي دي مش موجوده عند حد. يعني لما بتروح مثلا جيم وتتمرن انت كاول يوم، انا ما عنديش خلفيه رياضيه، بدخل الجيم طبعا بتلاقي في تايه تايه، وتلاقي في ناس عندهم ماسلز وشكلهم كبير، وبالنسبه لك شيلوا اوزان مخيفه الله ينور عليك، وانت قاعد مش عارف تشيل الاخف، وانت مش عارف فعليا صحيح يعني، انت مش عارف ايه اللي ممكن تتمرنه دلوقتي في الوقت الحالي، فتبدا انك يجي لك شعور بالاحباط وانت لسه ما بداتش. انت يدوب مثلا يدوب اشتركت في الجيم، عملت الممبرشيب بتاعتك ودخلت جوه، ما حسيت انك انا تايه وعندي شعور احباط ومش عارف اكل ايه وما اكلش يعني ايه، فعليا شويه الموتيفيشن خلصوا على الكاشير برا، حسبت ودخلت الموتيفيشن خلص. ده كلام مظبوط، عايز الف وارجع خلاص. دي اصعب لحظه. فاللي قصدي اقول لك عليه ان مجرد بتدخل يجي لك احباط صحيح. وكمان يعني معظم الناس بتبقى مثلا يعني علشان نبقى فاميلي وقرر مثلا انا وزوجتي نروح نتمرن مع بعض. فلما بتروح الجيم، لو رحت الجيم في وقت الترافيك اور او في وقت الرش اورز، بتبص تلاقي نفسك الجيم مليان ناس كتير اللي بعد الشغل، الماشينز مش عارف ايه الماشينز دي، الماشينز دي بتاعت ايه. طيب انا بقابل ناس بعد سنه في الجيم ويقول لي يا كوتش معلش سؤال، انا بقالي سنه في الجيم انا وزني ما نزلش، انا وزني ثابت، انا وليكن كان وزني 93 وده فعلا كيس، ووزني لسه 93 بعد سنه تقريبا مينيمم اربع مرات في الاسبوع بتمرن. اقول له تعالى انت كنت بتعمل ايه وبتاكل ازاي؟ بعد ما اعرف عنه كل حاجه الاقيه كان اصلا بيتبع نظام في الاكل ونظام في التدريب لزياده الوزن، فاقول له الحمد لله انك وزنك ثابت. الحمد لله انك ما زدتش على الاقل. وزنك ثابت. فده طبعا بالظبط يعني زي اللي بيروح لدكتور او اللي ما بيروحش للدكتور وبيقرر ان هو ياخد علاج لوحده صحيح، ويبدا ياخد مثلا علاجين عكس بعض زي التمرين والاكل. لو بتتمرن بطريقه وبتاخد اكل بطريقه عكس، يبدا ان مفيش ريزلت، والنتيجه بتاعتك تبدا انك كمان مش يعني مفيش نتيجه فاحباط. خصوصا الناس المبتدئين دول يا جماعه، احنا عايزين نقول حاجه مهمه جدا، التمرين ادكتد يعني ادمان. الناس اللي بتتمرن وبتروح الشغل بعد يوم طويل، او الناس تقول لك بص النهارده انا تعبت جدا ولازم اروح الجيم، الناس دي فعلا احنا لازم نبقى عارفين. طبعا احنا بنستغرب نقول ازاي الناس دي يعني بعد يوم زي ده بيروح الجيم ازاي، هو فعلا بيطلع كل الطاقه السلبيه بتاعته في الجيم، هو بيبقى سعيد بالتمرين في الجيم، فهو بالنسبه له مكان بيخليه مبسوط. فاحنا بنبقى كل الكلاينت بتوعنا او احنا كبيرسونال ترينرز لازم نوصل الناس لمرحله الادكتد. بعد كده مش مهم، ممكن يغير اللوكيشن بتاعه، ممكن يسافر بلد تانية، هيفضل يتمرن وهيفضل فاكرك اكيد. هي دي اهم حاجه،
أكيد. يبقى أنت فعلا مؤثر بالنسبة للناس. يعني بالفعل. الناس هتفضل فاكرك وهيفضلوا ان تاتش معاك على طول. يعني هتلاقي ناس بتتواصل معاك وتقول الناس دي بتحبني ازاي. لا الناس دي بتحبك اكتر مما انت تتخيل. اكيد. لانك انت مؤثر. غيرت حياتهم بالزبط. اصلا يعني بالزبط. فعليا في بعض الاشخاص اللي احنا بنعرفهم شخصيا بيكون في حالة مثلا من السمنة والسمنة اللي هي زائدة. لما يروح يتمرن مع شخص صديق صاحب له اللي هو صحيح. صديق ويساعده على الاستمرار بتلاقي علاقتهم دائما قوية وعلاقة دائما له احترام معين هذا الشخص مزبوط. لانه فعليا اثر في حياته. حابين نعرف احنا اكثر كوتش محمد عادل عن الهدف والرؤيه المستقبليه اللي حضرتك بانيها لفولكانو. طيب هو ان شاء الله السنه دي باذن الله يعني احنا اوريدي في فرع جديد في دبي ان شاء الله هيفتح في الكام شهر جايين وان شاء الله بامر الله عايزين نعمل فرع في ابو ظبي واحنا دلوقتي شغالين ان احنا بس ان شاء الله يعني بوعد قبل اخر السنه يبقى فولكانو في فرعين كمان ان شاء الله يا رب. طبعا نتمنى لكم دائما نجاح والتوفيق وان شاء الله تتوسعوا عالميا وليس فقط محليا يا رب. حابين نتكلم كمان عن نقطه مهمه وهي نقطه الامن والامان في دوله الامارات العربيه المتحده وتاثيرها على المستثمرين سواء من خارج او من داخل دوله الامارات العربيه. طبعا الامن والامان حاجه مهمه جدا اكيد. يعني احنا عايز اقول لك احنا لما جينا البلد في الاول احنا كنا جايين لسه موظفين طالعين باحلام موظفين اكيد. انا عايز علي احلام شخصيه عايز احققها في بلدي فالامور مش ماشيه تمام مش ماشيه قوي فبطلع اقعد كام سنه اعمل اللي انا عايزه وبرجع تاني. ودي اي طموح اي حد لسه ما عندوش درايه كامله اكيد بالناس بتفكر ازاي. لان خلي بالك ده حاجه مهمه جدا لما تختلط مع ناس بتفكر بطريقة أكتر بكتير ده بيتطور في أحلامك صح. فلما جينا هنا إحنا ما عرفناش نروح تاني أكيد فعليا بعد كل ما عملنا اللي إحنا كنا بنحلم بيه واللي إحنا كنا بنطمح بيه في بلدنا. أنا عايز أقولك كل حاجة رجعناها تاني هنا واشتغلنا هنا تاني وبدأنا نطور من أفكارنا هنا واللي كان موظف بقى مدير واللي كان مدير بقى عايز يبقى صاحب شغل أكيد. واللي بقى صاحب شغل عايز يطور وعايز يكبر من شغله ويفتح في مجالات مختلفة. كل دي الأسباب يعني طبعا منها الأمن والأمان أكيد. زي ما انت قلت أكيد ودي أكيد. حاجة مهمة جدا زائد كمان انك يعني النظام أحسن بكتير تحس حالك دائما في بلدك اصلا وطبعاً. وما في اي تفرقه طبعاً. عنصريه طبعاً. بين اي مقيم طبعاً. او مواطن على حد سواء. الحاجات المهمه يعني انت قلت امن وامان فعليا في حاجات اكتر بكتير فعليا امن والامان تقدر طبعا فيها ايجابيه طبعا. كل هذا الامن والامان ناتج عن الرؤيه السديده لشيوخ دوله الامارات أكيد. العربيه المتحده. نحب نوجه لهم رساله شكر من أكيد. منبر برنامج رواد الاعمال ومن كمان فولكانو أكيد. كلوب. طبعا كوتش محب نتشكرك اليوم على ظهورك معنا اليوم نورتنا بصراحة. في نهاية الحلقة حابين نتعرف عن كيفية الوصول والتواصل لفولكانو. طيب يا جماعة احنا في GLT في كلاستر N الدور 28 في دا دوم تاور دور 28 عندنا في باركينج وعندنا كمان فاليه يعني بتلاقي في حد بيكون تحت مستنيك علشان ما تحتارش كتير وكمان يعني ممكن توصلنا بالتليفون او انستجرام او فيسبوك فولكانو بي تي كلوب رقم التليفون بتاعنا هتعرضه على الشاشه اكيد جميع ارقام التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي ايضا سوف تظهر اسفل الشاشه. الى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الاسبوعيه مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله. شكرا.